بسم الله على بركة الله. المكونات عندنا 3 ديال البيضات، ملعقتان كبيرتان من الزنجلان اللي كيكون مسخن شوية في المقلاة، رشة من الملح، كيس من سكر فانيلا، 7 غرام من خميرة الحلويات، كأس غير مملوء من سكر غلاسي اللي هو السكر الناعم ما يعادل تقريبا 90 غرام، 80 غرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة كتكون رطبة كما كتلاحظوا، زبدة خاصة بالأكل ماشي مارغرين، 100 غرام أو 120 غرام ديال اللوز خضر ممسوح من الغبرة اللي كتكون فيه، قطعته غير بالموس، كنقطعوه بالسكين، ممكن تخليوه صحيح غير كترطبوه واحد 4 ساعة قبل. أنا ما هنا ما مرطبش كما كتلاحظوا، عادي مقطع بالسكين. وعندنا طحين حسب الخليط، غادي تلاحظوا معايا وغادي نذكر لكم القياس بالتدقيق. نضيف سكر فانيلا، رشه من الملح، سكر ناعم اللي هو سكر غلاسي، كنضيفو الزبده اللي كتكون رطبة بدرجة حرارة الغرفة، كنخدمو هاد المكونات هي الأولى عاد كنضيفو الباقي. نضيف اللوز، كنضيفو الزنجلان، ممكن تضيفو شوية النافع كما ممكن تستغناو على الزنجلان غير ديرو كمية معقولة من اللوز. كنخلطو وكنبدا كنضيف الطحين، عاد كنضيف الخمارة، كنضيف الطحين شوية بشوية، كيجي واحد الفقاس اللي رائع جدا، لذيذ بزاف، ما فيهش الزيت نهائيا، فيه غير الزبده. وكنضيفو 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، كنخدمو غير بالاصابع، ما كنعجنوهش حتى هو بحال عجين صابلي، غير كنخدمو فقط. وديما العجين ديال الفقاس كتضيفو الطحين شويه بشويه، يعني ما تضيفوش واحد الكميه كثيره، كتضيفو شويه بشويه حتى كيتجمع لكم العجين. كما لاحظتوا معايا العجين خليته خفيف ورطب ماشي قاصح، مازال يعني بحاجه لشويه ديال الطحين. انا غادي نستعمل هذا العجين في المول ديال الفقاس جويف، الا كنتو غديروه فقاس عادي راه ممكن ديروه فقاس عادي، انا دائما كنحضرو بهذه الطريقه، غير ضروري كتضيفو شويه ديال الطحين حيت العجينه مازال خفيفه شويه. بالنسبه لكميه الطحين خدا ليا 320 غرام ديال الطحين، يعني كما لاحظتوا معايا كنضيفو شويه بشويه حتى كنحصلو على القوام المرغوب. بالنسبه للفقاس جويف يعني الاصلي راه سبق لي وحضرته معكم في القناه، راه ما كتكونش فيه نسبه الدهون نهائيا لا زيت لا زبده، انا هذا مستعمله فيه زبده، كنخدمو دائما هذا الفقاس كيجي ممتاز، ولكن كنخدمو بالطريقه العاديه. اليوم قررت انني نشارككم هذه الوصفه، نديرو في هاد الليمون هادو، نغيرو الشكل ديالو ان شاء الله حتى نتوما تجربوه وينال اعجابكم باذن الله. كما ذكرت لكم العجينه لازم تبقى شويه مرخوفه، عكس الا كنا غنديروها يعني بحرابل عاديين كتضيفو شويه ديال الطحين، غير ضروري تكون العجينه رطبه. بالنسبه لليمون غادي نستعمل هادو على شكل قلب اللي مدهونين بالزبده ومرشوشين بالطحين، متوفرين عند بائع لوازم الحلويات، كاين شكل دائري، كاين على شكل خميسه، كاين هذا على شكل قلب، كاين مربع، نتوما كيبقى لكم هادشي حسب الذوق. كيدهنوا بالزبده وكيترشوا بالطحين. العجين كنقسموه الكريات متساوية،
خديت طاوة ديال الفران وضعت فيها ورق سلفيغيزي، كنوقفو لي مول ديالنا اللي دهناهم بالزبدة ورشيناهم بالطحين. العجين بعد ما قسمتو الكويرات كما كتلاحظوا 4 ديال الكويرات. دائما هاد لي مول هادو ما كنعمروهمش، يعني كنفوتو غير النصف ديالهم، يعني كنخليو لي سباس في كيتنفخو حيت فيهم الخميرة. كنأكد ان العجينة خليتها مرخوفة وكنوضعو العجين ديالنا الوسط، هو غادي ياخد الشكل ديالو. وضعت الكميه كامله، كناخذ ورق سلفيغيزي وكنغطي الوجه ديالهم وكنزيد كنتقل عليه بصينيه اخرى ديال الفران. هذا غير في حاله الى طلع لينا الفوق، ما غاديش يفيض لينا، غادي يبقى شاد الشكل ديالو. بالنسبه للفران كيكون فران بارد كما كنشعلوه كندخلو بحال طياب الفقاس العادي، غير غادي نخليوه كياخذ الوقت ديالو حتى يطيب. غادي تلاحظوا معايا المراحل، غادي ندخلهم الفران، النار كتكون من اسفل فقط. الفقاس بعد ما خرجته من الفران خدا ليا تقريبا 30 دقيقة مدة الطهي في هذه المرحلة الأولى. بعد ما دازت 25 دقيقة حيت هاد الطاوة مع الورق اللي باش غطيتهم وخليته كينشف شوية كما كتلاحظوا معايا. كنحطو الأصبع ديالنا كيكون ناشف، بهذا كنضمنو أنه ما غاديش يكون معجن من الداخل. كما كتلاحظوا معايا هنا مازال سخون، كتحطو الأصبع ديالكم كيكون ناشف ماشي عجينة، كما لاحظتوا كيكون ناشف. كنخليوه حتى كيبرد في هاد الليمون، عاد كنحيدوهم ونخليهم كيبردوا مره اخرى باش نقدروا اننا نقطعوهم. الا كنتو مزروبين به، الوقت اللي كتحيدوهم من الليمون كتغلفوهم في منديل وكتدخلوهم للكونجيلاتور واحد ربع ساعه ولا نص ساعه وكتبداو تقطعوهم مباشره بكل سهوله. لاحظوا معايا هنايا راه كيكون محمر من الاسفل، كيجي واخد لون ذهبي، مازال سخان، انا غادي نخليهم حتى يبردوا. غادي نغطيهم ونخليهم حتى يبردوا ونقطع. بعد ما كيبرد الفقاس كنقطعوه اما بالكيتور اما بسكين اللي كيكون حاد، ماشي ضروري الكيتور، غير ضروري كيكون بارد. كما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديال القلب. بالنسبه لهذا الفقاس ما خصوش يكون رقيق بزاف وما خصوش يبقى غليظ بزاف. كما كتلاحظوا كنوضعهم في الطاوه ديال الفران، بالنسبه لهذه اللي كتكون اسفل كما كتلاحظوا كتكون محمره. الوقت اللي غادي نرجعوها للفران كنرجعوها على هاد الجهه هادي بحال هكا، غادي نحطوها في الطاوه ديال الفران. بعد ما كنقطع الفقاس كامل كنوضعو في الصفيحه ديال الفرن وكنرجعو كيتحمر من الجهتين. هذا هو الشكل النهائي بعد ما طاب كيتحمر، كيجي هائل، المذاق ديالو رائع جدا وهشيش عكس فقاس جويف اللي كيكون مقرمش بدون دهون. هذا استعملت فيه الزبده كما لاحظتوا معايا، لاحظوا هنايا كيجي هشيش ومقرمش في نفس الوقت، ولكن فيه مذاق هائل ورائع كيستحق التجربه ديالكم.
وهذه هي الصور النهائية، انطلقوا في وصفة جديدة بإذن الله. إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم، ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء والانضمام للقناة بالنسبة للناس الجداد. خليت لكم الراحة، في أمان الله.